أخبار اليوم. الصعبة اللي البلد بتمر بيها دي محتاجين جدا لمؤتمرات من النوع ده، مؤتمرات يكون عنوانها الكبير التوعية والتثقيف وشرح حقيقة اللي بيحصل في البلد يعني. وفي الحقيقة أنا بشكر جدا الهيئة القبطية الإنجيلية على دعوتها الكريمة، وأتمنى أن جلسات من النوع ده تكتر، فيها عرض أفكار وفيها بيان لحقائق وفيها خبرات متبادلة بتحصل ما بين ناس من تخصصات مختلفة، خاصة لما يبقى فيها المواطنة الظاهرة جدا دي، أنه نشاط عامله الهيئة القبطية الإنجيلية حاضر فيه علماء من الأزهر الشريف، حاضر فيه مسلمين ومسيحيين، والغالب على الاجتماع هو الوطن والمواطنة. احنا محتاجين ده ومحتاجينه كتير جدا، ومحتاجينه كمان يخرج برا القاهرة ويروح للمحافظات الصعيد وسيناء والمحافظات اللي هي مع الأسف مهجورة من ناحية التثقيف والتوعية. حضرتك عندك إحساس إن النتائج المؤتمر دي ممكن تفيد الشعب المصري لو سمعها ولو وصلت له؟ 100% كل نشاط ثقافي توعوي فكري هيعود بالخير على المجتمع. بيقولوا أنه ألمانيا بعد 1945 ما بناهاش لا العلم ولا التقنية، لأن كان كل ده اتدمر، اللي بناها الروح الألمانية والثقافة الألمانية. ففكرة أن احنا نحافظ على ثقافتنا المصرية، أن احنا نعلي تاني قيم المواطنة والوطنية ونبين التحديات للشعب، دي في الحقيقة أكيد هيبقى لها تأثير، خاصة إذا بقت في آلية تنقل التوصيات اللي تطلع من المؤتمرات اللي زي كده لعموم الشعب المصري، وتنقل برضو التوصيات والأفكار اللي اتقالت للدولة المصرية والحكومة المصرية، فيحصل استفادة من الأفكار اللي تم تدبرها. تقول إيه حضرتك للشباب في المرحلة الجاية؟ أقول لهم اللي الرئيس قاله امباح في الكلمة في البيان العملي للقوات الجوية، لما قالوا بمنتهى الحماس والقوة: أنا محتاج لك، مصر محتاجاك، مصر محتاجة شبابها في ظروفها الصعبة اللي هي بتمر بيها دي، احنا في معركة وجود بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وراس الحربة في المعركة دي الشعب، واحنا عارفين ان 70% من الشعب شباب، فعشان كده بقول يعني يا شباب مصر بلدك محتاجاك، وانا هنا بكلم الشباب مش مشاهير الشباب السياسي، انا بكلم شباب مصر اللي موجود في كل المحافظات، انتوا تقدروا تعملوا كتير، والمعجزة اللي اتعملت في 30 يونيو تقول ان المصريين قادرين ان هم يعملوا معجزات اكتر واكتر في المعركة الاهم دلوقتي، الحفاظ على مكتسبات 30 يونيو واكمال بناء بلدنا ان شاء الله على اساس من طموحات 30 يونيو ان شاء الله.